أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم أقول سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن
إذا وما أنا من المهتدين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله Yeah.
في ظلمات الأرض على رطب وعلى يابس ولا رطب ولا يابس إلا في ويرسل عليكم قدره وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم قدره حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا بسم الله الرحمن الرحيم ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم
ومنها نخرجكم تارة أخرى. استمعنا من آيات الله البينات قد تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عمر عادل سلام.